الذكرى 76 للنكبة، خرج الفلسطينيين هنا في مالمو بمظاهرة كبيرة وحاشدة نظمتها مجموعة أعمال فلسطيني في جنوب السويد للمطالبة بفتح المعابر الإنسانية في غزة وأنهاء هذه الحرب وللتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى اليوم. Jag är här för att kommemorera Nakba idag. Jag är här varje söndag, men just idag så minns vi Nakba. För det började ju inte den 7 oktober, utan allting började 1947-48. När Israel utförde massakrer och fördrev 800 000 palestinier utom landet och 800 000 inom Palestina. Många av dem finns nu i Gaza. Det är många som faktiskt överlevde Nakba en gång i tiden som har mördats av Israel i Gaza, och det är det vi är här för att minnas idag. الحقيقه احنا اليوم في مجموعه العمل الفلسطيني بجنوب السويد طالعين احياء لذكرى النكبه اللي استطاع العصابات الصهيونيه ان تهجر 800 ألف فلسطيني وأن تبيد 580 قرية وأن تعمل 25 مجزرة في فلسطين. وعليه 1948 كان هو الحد الفاصل لتكوين هذا الكيان الصهيوني الغاصب. يوم النكبة اجت إسرائيل دمرت بيوتنا، طلعتنا من بيوتنا، طلعت الجميع، كتلت كل الجميع، ما حست في أي حدا، وأنا ولا عمري حنسى من هذا الشيء. Jag är här för att visa min solidaritet med det palestinska folket och kräva en slut på kriget. اهلا فيك. تحكي لي اليوم عن المظاهرة، حضرتك فنان مشارك في المظاهرة جاي من كوبنهاغن، تحكي لي عن المظاهرة، عن مشاركتك اليوم. يعني هذه مظاهرة من المظاهرات العديدة اللي حصلت تأييدا ونصرة لأهلنا في غزة، واحتجاجا على الإبادة الجماعية اللي بتقوم فيها آلة الوحشية والنازية الإسرائيلية، والصمت الأوروبي والعالمي والعربي المخزي تجاه أهلنا. شادي فرح، الكومبس، مالمو.